موصول للزميل والصديق أستاذ صلاح الدين طفيف. في البداية نحب نقول لكم شو أنا مولد مبروك لعائلة شهداء وجرحى الثورة التونسية، إن شاء الله يا ربي يخفف آلامكم، وإن شاء الله الزمن كفيل على الأقل مش تنسوا أبنائكم، لكن كفيل على الأقل بأن رأي إن شاء الله يا ربي يلطف في قلوبكم ويخفف عليها هذا الألم. كنت نتمنى أن تكون المداخلة، أنا عادة صريحة ونكون صريحة، كنت نتمنى أن يكون حضور المجتمع المدني أكثر من عائلة شهداء وجرحى الثورة، على اعتبار أن هذا كان ناجم على شبكة من كبار المجتمع المدني، اللي الجمعيات الكبيرة في المجتمع المدني، النساء الديمقراطيات اللي سيرت القضية منذ البداية للأمانة وكانت متواجدة معنا في الكيف وفي جميع القضايا، رابطة حقوق الإنسان والعديد والعديد من الجمعيات. كنت نتمنى أن يكون المجتمع المدني يسمع آهات وآلام عائلة الشهداء وجرحى الثورة، خاطر أنا مش باش نزيد برشا لأني عشت معاهم عامين ولا نصف أو أكثر أو حوالي 3 سنوات أهاتهم، ومش باش ننجم نجيب جديد لأني جميع ملفاتهم عندي ونعرف مدى صعوبة هذه الملفات. وكان بودي أن يكون خطابي موجه للمجتمع المدني أكثر من يكون موجه لعائلة شهداء وجرحى الثورة، لكن هذا تأكيد وترسيخ عندي أن القليل والقليل جدا يعني من أصدقاء العائلة شهداء وجرحى الثورة، أن عائلة شهداء وجرحى الثورة في هذا الملف تعاني مسيرتها وحدها، وأنها إلى حد الآن تناظر وحدها، وأنها أمام المحاكم العسكرية تعانق الأشواك وتعانق الأسلاك الشائكة من أجل الدخول ومعرفة الحقيقة. وعائلة شهداء وجرحى الثورة كان قدرها كغيرها أن تكون قضيتها تحملها لوحدها لأسباب عديدة. احنا لو كنا نشوفوا اليوم الموجة الكبيرة متاع الفضائيات التونسية ومحاولة إدخال العديد والعديد من المجرمين ومن القتلة، وأصبحوا اليوم هما فارس مغوار كما السرياتي ابنه من قناة إلى قناة، وهو يتجول في هذه المساحات ويعبر على أنه والده كان من بين الوطنيين تاع تونس. والبارح نتفاجئوا كذلك بصعود شوبير على الساحة وتقديم شهادة مغايرة تماما لما تم تقديمه أمام المحاكم العسكرية. حب نقول للناس هذوما الجبناء اللي يعتبروا أن 3 سنوات قادرة على إخماد الثورة وقادرة على أنها تطفي قلوبنا، وأن احنا في هذا المسار رغم العراقيل أن احنا ممكن ننسوا أو نتناسوا شهدائنا ودم شهدائنا، نحن نقول لن يمروا. وعلى هذا الأساس نحن رغم صعب القضايا ورغم أن 80% أكثر من 80% تم غلق القضايا لعدم معرفة الجاني، بمكتبي أكثر من 2700 ملف لجريح، تقريبا أكثر من 80% تم غلقهم، لملفات شهداء العديد والعديد تم غلقهم. على هذا المقياس نقول أن احنا اليوم في منعرج خطير وخطير جدا. على هذا الأساس أنا شرفني حضور كثير عائلات الجيش اللي أنا من يوم الجلسة ومن يوم خروج القرار بعدم سماع الدعوة بالنسبة للمتهم الجويني وفي حال فرار بقي معناها بسام العكرمي، وكنت نفترض أنه لو كان متواجد حتى هو باش يكون عدم سماع الدعوة، أنا نحيي حضورهم على خاطر يزمنا المسيرة راهي يزمنا نواصلوها مع بعض، وإن آلامنا وجراحنا نتعاملوها مع بعض، محامين وهيئة دفاع ومجتمع مدني مع عائلة شهداء وجرحى الثورة. بالنسبة للملفات اللي تم غلقها لعدم معرفة الجاني، هو باب الكشف أنهم هما لعبوا على عامل الزمن، بمعنى أن هناك العديد والعديد من القضايا متاع جرحى تبقى في المحكمة العسكرية أكثر من 2 سنين، والأمثلة موجودة عندنا، نبيل موجود، العديد والعديد من الجرحى اللي قضاياهم تتم ببطء شديد وشديد جدا، مما يثقل كاهل الجريح ويصبح الحل الوحيد هو غلق الملف كحل مؤقت بالنسبة لي. بالنسبة لنا احنا على المستوى القضائي، فما زوجة الشهيد سفيان بجمالة
اللي تم غلق ملف زوجها كذلك، احنا ممكن ان نقوم على المسؤولية الخاصة، بمعنى ان عائلات الشهداء او الجرحى انهم يعاودوا من جديد امام القضاء العسكري، بسط وفتح ملف لكن بدفع اموال تقدر من قبل المحكمة. لكن انا في حالة يأس، اذا المحكمة في قمة الثورة ومتعاطف مع المجتمع المدني، متعاطف مع بعض الاعلاميين، ما وصلتش المسيرة وما قدمتش الجلادين والقتلة الى الحساب. هل بعد 3 سنوات لما نعاود نبسط هذا الملف امام القضاء العسكري من جديد بدفع من تمويلات من عائلة الشهداء وجرحى الثورة، هل هناك إمكانية في معرفة الحقيقة؟ أعتقد أن نسبة ضعيفة وضعيفة جدا باش نوصلوا لها. هذا إذا ما قلتش أن سبب عدم. إضافة إلى ذلك أن أرشيف وزارة الداخلية واللي متواجد فيه جميع الأسرار اللي هي التعزيزات وطريقة انتشارهم والأسلحة والذخيرة إلى حد الآن ما زال في طي الكتمان، بالتالي صعب جدا ان كذلك ان نعاود ننشر القضايا امام القضاء العسكري من جديد. هذا اضافه الى اهم مشكله اساسيه نعتبرها، ان الثوره التونسيه صحيح قامت لكن ما فماش القضاء العسكري او القضاء حتى العدلي ما ارتقاش الى هذه الثوره، بمعنى ان احنا ما زلنا نتعامل مع القانون التونسي في عهد بن علي. يعني انا كي ندافع على شهيد سقط امام المخافر نتاع مراكز الامن والا في الطرق والا قدام مراكز السياده، انا ندافع على مسيره سلميه خرجت واحتجاجات الطالب بالحريه والكرامه، محامي المتهم في نفس المجله يدافع على اساس ان هو عنده الحق يطلق النار لانه هو يدافع على نفسه. هذه المنظومة الخطيرة اللي احنا في مجابهتها. أصعب شيء إن احنا ما عندناش قطيعة مع المنظومة القضائية القديمة، وإن اليوم احنا كمحامين نعانوا الويلات من هذه المنظومة اللي هي ضد حق عائلة الشهداء وجرحى الثورة. أنا مش نعطي يأس أما نعطي وقائع. هذا الملف كما هو اليوم ملف فيه ترسانة من المال الفاسد أمامنا احنا كمحامين، قلة أكثر من 130 محامي أمامنا للمتهمين، هناك يعني حصانة كبيرة للناس هذيا، في مقابل عدم كشف الأرشيف، في مقابل إهانة وتنكيل عائلات الشهداء وجرحى، في مقابل إطالة أمد القضايا إلى حد أن هناك إرهاق كبير لعائلات الشهداء وجرحى الثورة، والعديد من الجرحى ما عادش يشول المحاكم وما عادش تنجم وبدأت تتقلص عددهم، وهما يصبح في اطمئنان لأن في تقلص عائلة الشهداء وجرحى الثورة هناك نوعا من البرود والخمول. على هذا الأساس هما يلعبوا على عامل الثمن، يلعبوا على مجلة أحوال المجلة الجزائية اللي ما تتعاطفش مع ملف الشهداء وجرحى الثورة، يتعاملوا مع عدم كشف الأرشيف على أساس أن من كانوا متورطين من منصف العجيمي هو الذي كان يقدم للمحكمة العسكرية التقارير في أسلحة والذخيرة، معناها الجلاد والحكم في نفس الوقت. يعني هناك الكثير والكثير من الوثائق ومن المعلومات في هذه الملفات اللي هي مرهقة ومرهقة جدا. احنا امام اكثر في ملف تيلا والقصرين اكثر من 32 بود ارشيف فيها جميع المعلومات، وعلينا احنا كمحامين الاطلاع عليها جميع وثيقة وثيقة وبناء جميع مرافعاتنا على هذه الوثائق. هناك اذا عمل جبار في مقابل هناك غياب للمجتمع المدني. اقول واعيد قراءته، انا ابكي اليوم لاني انا كنت مستدعية، ما كنتش من ضمن المجموعة، ولقيت ان معناه حقيقة مستشرف الدين وحده رغم جباهزة يعني
كل الطاقم نتاع كل من لفام ديموكرات، كل من اهم الجمعيات الحقوقيه، في غياب الى بعض الشباب اللي موجود، وانا نشكرهم اللي هم يتابعوا الفورم سوسيال كذلك نشكرهم. لكن كنت املي كله ان يسمعونا اليوم، احنا جينا للمجتمع المدني باش يسمعنا. عائلات الشهداء وجرحى الثورة اليوم جاي تشكي المجتمع المدني باش يأزرها ويقف معاها، لأن المحطة أعمق، ولأن المنعرش خطير، ولأن الملفات شهداء وجرحى الثورة أي للغانق، ولأن فما تصفيات سياسية ومحاصصات سياسية، وفما ملفات باش تغلق، ولأن الملف أريد له الغلق، لأن قرار سياسي أكثر منها قرار قضائي. وهذا يلزم المجتمع المدني يسمعه، وهذا يلزم من هو محمول عليه كحقوقي وكناشط سياسي وكناشط حقوقي أن يسمع من عائلات الشهداء جرح الثورة. أنا ما يعني أنا كلامي هذا يعرفوه عائلات الشهداء، ويوميا نحن نتعانق أمام محاكم عسكرية، ويعرفوا مواقفي ويعرفوا تدخلاتي. ولكن كان أملي كبير أن قدومي يكون متواجد فيه المجتمع المدني باش يتحرك وباش يقف، لأن عندنا اليوم 20 جانفي مشكلة كبيرة. اليوم راهو 20 جانفي خط خطير، إذا بتمشي 43 شهيد تونس الكبرى وأكثر من 96 جريح، وبالنسبة لنا كسرين 10 فيبري في يعني أكثر من 596 جريح. يعني لو كان هذه الملفات يكون مآلها كما مآل الرقاب، فيا خيبة المسعى على هذه الملفات. رجائي كل الرجاء، أنا وصيتي للمجتمع المدني قبل، لأني الحقيقة يئست من القضاء والقضاء العسكري بشكل أنواعه، يعني أنا أعرف أن مآل القضايا سيتم في صفقة وسيتم إخلاء جبين جميع الجلادين، وأكبر دليل على أنهم اليوم كلهم في في عودي تكون هناك حفل أو ذكرى أو إحياء لعائلات شهداء جرحى الثورة. نلقوا جلادين اليوم يحكوا بالساعتين ومجسس بيع في مساحات كبيرة وعلى المباشر في القنوات الفضائية. أنا أعتبر هذه القنوات عادي، لأن هي من رحم نظام بن علي ومش باش تتغير، وحتى كان عملت شوية مكياج في 3 سنوات اليوم بتبان بالكاشف، وثبت أن هذه القنوات غير جديرة لأنها تكون في مرحلة الثورة. على هذا الأساس احنا كناشطين على في جميع المجالات ان نقفوا لهذا الملف. رجائي كل رجاء ان صوتي يصل الى الجميع، وان يوم 20 جانفي يكون المجتمع المدني مؤازر لعائلات شهداء جرحى الثورة لا لشيء، حتى وان تم غلقه. فيكفينا فخرا ان حتى بعد 3 سنوات احنا واقفين مع دم شهدائنا، واحنا كذلك احنا امامنا دم، امامنا امانة في ارقابنا واعناقنا، ان هما شكون قتل اولادهم. وهذا ما يعني هذا الحلم ان شاء الله نتمنى ان نحققوه، ولو حتى ممكن قليل وقليل جدا من هيئة الدفاع، لكن يكفي شرفنا ان احنا مؤمنين بالقضية، وهذا اللي يخلينا احنا مواصلين، لان احنا مؤمنين بالقضية اكثر من اي شيء اخر. مستبسلين، ولو كان ظلت هذه القضايا ل10 سنوات ستلقوا اكيد الاستاذ شرف الدين والاستاذه ليلى حداد جنبا الى جنب مع عائلات الشهداء وجرحى الثورة.